احنا في هذا المهرجان هذا كنحاولوا نجمعوا يعني تكون واحد المحطه المركز ديال كل واحد كيمثل للموضه. ملي كنقولوا الموضه يعني كنهضروا على يعني الكوزميتيك, كنهضروا على لي بارفان, كنهضروا على الجوايري, الباس, كل شيء. اي او ميم طون يعني غادي يكون واحد لو ديفيلي اللي غادي يعرفوه في لا فاشن ولا اوت كولتور, لان كما كتعرفوا معنا في المغرب كنلاحظوا ان كاينين دي فيستيفال مي كيعطيو اهميه اكثر لي كافتون, لي كافتون تراديسيونيل. علاش؟ لان المغرب معروف بلا كرياسيون ديال تراديسيونيل, مي كاينين دي جون تالون اللي باغين يعرضوا دي كرياسيون ديالهم. حنا حاولنا نطعموا هذا الفيستيفال هذا يعني ابار تراديسيونيل نطعموهم دي زارتيست اي دي ستيليست دي كرياتور اللي كيديروا الفاشن ولا دو بريت ابورتي, يعني باش يكون واحد التنوع. وجايبين دي بارتنير معنا يعني كسوا في الكوزميتيك ديال برودوي تيروار 100% ماروكان, معنا ميرفيوز اللي كيديروا اللي غايجيبوا دي جوايو ديالهم اللي غايكومبانيو لي ستيليست باش نعطيو واحد ليماج زوينه على لي مانكان, على لا كرياسيون ديال لي ستيليست. والهدف ديالنا فريمون سي بروموفوار ليماج دو مارك ديال لي ستيليست. ومعنا بهذه المناسبه نيت مايك سيلا اللي جانا ديريكتومون من مدينه باريس اللي كيلبس الملك ديالنا محمد السادس الله ينصرو, وغادي يعرض يعني حتى هو اللباس ديالو في لو بوديوم, وغتشوفوا معنا ان شاء الله. Je m'appelle Mike Silla, je viens du Sénégal, je vis à Paris et ce qui est bien, c'est le fait d'être ici ce soir, c'est pour apporter à la fois un soutien, une ouverture, un esprit de partage. Comme le veut la tradition, le Sénégal et le Maroc, c'est deux pays amis frères. Et le fait d'être ici, c'est aussi magnifier cette belle amitié, mais c'est aussi donner l'ouverture pour que la création, la créativité soit à l'honneur. Ce soir, on a vu un grand événement qui est ici à Casablanca et qui porte d'ailleurs sur une ouverture d'esprit et surtout de créer des passerelles entre les cultures et surtout que ça soit plutôt, j'allais dire, international et que ça puisse profiter à l'Afrique. Aujourd'hui, ici au Maroc, ce qui s'y passe, c'est évidemment cet événement, mais c'est pour montrer encore une fois plus que vraiment, plus que jamais, il faudrait qu'on puisse s'orienter vers l'international pour que la mode africaine, disons, la mode tout court, soit dans un esprit d'ouverture et qu'on a besoin plus que jamais qu'on soit soutenu par nos autorités, qu'il y ait beaucoup plus de fusion, de concepts différents qui se brassent et qui s'ouvrent vers l'innovation, vers le développement. Donc c'est vraiment ce soir, c'est l'art pour le développement, c'est l'art pour la créativité, pour aussi l'innovation. Donc ça me fait hyper plaisir vraiment de venir partager ce beau podium avec mes amis frères marocains. الحضور ديالي هو أول مرة الحضور في الدورة الثالثة المهرجان العالمي للموضة, وأنا سعيدة بهذا الحضور هذا, وسعيدة أنني نقدم عدد من المبدعات في عالم التصميم وفي عالم الأزياء اللي كيشتغلوا وكيسهروا على أنهم يقدموا واحد المنتوج جميل اللي يعجب كل الجمهور لا في المغرب ولا خارج أرض الوطن, فهذا جميل بزاف. ملي كنشوفوا ليلى في صباحيات اليوم كنشوفوها في واحد البرنامج فني آخر؟ إن شاء الله إن شاء الله, كنتمنى أن إن شاء الله البرنامج اللي شفتوني فيه أننا تكون برامج أخرى بنفس المستوى, وأن دائما نكون عند حسن ظن الجمهور ديالنا ولكل مشاهدي ديال القناة الثانية لا في المغرب ولا خارج أرض الوطن كذلك. شادلوك لالا ليلى تبارك الله. سي بو, دائما أنا كيعجبني القفطان المغربي, وأي مرة تنبغي نقدم شي حفل ولا شي مهرجان تنكون لابسة الزي المغربي لأن جميل بزاف, لأن كله منبت كله يعني روعة, فما ما كاينش اللي خارج المغرب ما كاينش ما كيعجبوش القفطان المغربي, وانا بالتاكيد من الناس اللي كيحبوا القفطان المغربي. حنا سفراء من الموضه لاننا حنا اللي كنصمموه باش نوجدوه للناس التاليين اللي كيكونوا هما اللي تيلبسوه اللي تيكونوا فرحانين به. بيان سور. دخولك هاد عالم التصميم كيفاش جا؟ دخولي لعالم التصميم هو ان الام ديالي هي الاولى كانت في هذا المجال وتبعتها في هذا المجال ديالها, والحمد لله من انا صغيره تعجبني هذا لو دومين. شنو موجوده لنا اليوم في العرض؟ اليوم موجوده التشكيله ديال الصيف ربيع وصيف اللي هي مجموعه ديال القفاطين اللي مخدومه بالمعلم ودي كولور كي سون باستيل ومجموعه العروس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.